في هذا الجزء من الفيديو رح نحكي إن شاء الله عن إنزيم صار استخدامه في المختبرات قليل جدا، حتى لما إحنا طلبناه ما لقينا له كت في عند الشركات لأنهم حكوا إنهم بطلوا يستخدموه تقريبا يعني. لكن بما إنه موجود عندكم في المادة بس رح أكتفي إني أعطيكم عنه نظري. طبعا هذا الإنزيم اسمه بروستاتيك أسيد فوسفيتاز. لما أنا بحكي بروستاتيك أسيد فوسفيتاز، طبعا الأسيد فوسفيتاز يا جماعة هو أنزيم موجود في أكثر من عضو في الجسم، لكن أكبر أو أكثر نسبة منه موجودة في البروستاتا أو في البروستات جلاند، يعني في غدة البروستات عند الميل. لكن في طبعا أذر أيزوزايم أو أذر تايبس منه موجودة في أعضاء أخرى في الجسم. على كل الأحوال هو بشكل أساسي وظيفته إنه خلينا نحكي بحرر الفوسفورس جروب من المركبات المعينة خلال الدايجيشن أو خلال عمليات الهضم، عشان هيك بتلاقي نسبة من الأسيد فوسفيتاز أصلا موجودة في الجاسترو انتستينال تراكت أو في الانتستين بشكل عام. على كل الأحوال هو جلايكوبروتين، تركيبه يعني جلايكوبروتين مكون من 2 سب يونت أو من وحدتين. طبعا بتلاحظ إنه أكثر شيء بيزيد مع البروستات كانسر أو مع أي مرض له دخل في البروستاتا جلاند. طبعا من هاي الأمراض زي ما حكينا البروستاتيك كانسر أو بروستاتيك انفكشن، كذلك الأمر بعض الأمراض في الترومبو امبوليك نيمونيا، لكن هذه مش كتير اللي هي يعني الخثرة أو الجلطة الناتجة عن عن مشاكل معينة في الرئة أو جلطة الرئة. كذلك الأمر في الملتيبل ميلوما نوع من أنواع سرطانات الدم، في الترومبوسايتوبينيا في انخفاض البليتلتس، في البيج ديزيز والبون كانسر. ليش؟ لأنه في واحد من الأسيد فوسفيتاز تايب بيكون موجود عندنا في البون أو في العظام. كذلك الأمر في السيكل سيل أنيميا اللي هي الأنيميا المنجلية. هلا أكثر من هيك مش مطلوب تعرف عن البروستاتيك أسيد فوسفيتاز. كل الكت أو الكلام عن الكت هذا أنا جبته من النت من مصدر قديم، مش لازم إنك يعني تقرأه أو هاد، بس المهم تعرف لي إنه العينة اللي ممكن إني أستخدمها مع هذا الفحص هي سيرم بشكل أساسي. ممنوع أستخدم الأوكسيليت أو الصوديوم فلورايد لأنها بتعمل انهبيشن للانزيم. كذلك الامر الهيبرين والإديتا بتخلي يكون عندي عكورة في العينة فبتصير قراءتها على السبكترو اصعب بكتير. اكثر من هيك طبعا في عنا هنا النورمال رينج للأسيد فوسفيتاز، احتياط خليكم عارفينه اللي هو على درجة حرارة 30 اللي هي 7 هذا طبعا التوتال. بالنسبة للبروستاتيك 2.6 هذا النورمال رينج، مهم ولازم تحفظوه. أكثر من هيك مش مطلوب منك عن هذا الفحص. يعطيكم ألف عافية.